بسم الله ولا اله الا الله سيدنا نبينا محمد رسول الله. احنا في سوق ابو المطامير يوم الجمعه ومعاكم قناه المواشي. اليوم يوم 10/6/2022 وتعالوا نشوف اسعار اللحم ايه في سوق ابو المطامير النهارده. الله اكبر، بسم الله ما شاء الله. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. اتفضل يا محمد. زي التاجر ولا جناه يا معلمي؟ تاجر يا باشا. نتعرفوا باسمك؟ عبد الله الحزين. المعلم عبد الله الحزين. ايه اللي حزينك يا عم عبد الله؟ الله يقويك ويعينك. المعلم عبد الله الحزين منين يا معلم؟ من ابو المطامير. منين؟ لا، من راس الترعه. راس تبع ايه؟ راس الترعه دي تبع ابو المطامير. تبع ابو المطامير برضه. راس الترعه يا جماعه. بسم الله ما شاء الله. المعلم عبد الله الحزين. الله الحزين والنبي. وناجي الحزين. الله يبارك لك يا حاج عبد الله. بسم الله ما شاء الله. كسره حيه الشابه دي؟ كسره ستة. كسره ستة. بسم الله ما شاء الله. العزب اللحمه يا جماعه. الله اكبر. بسم الله ما شاء الله. نازل اسعار. الله وكيل بمرد الله. ايوه انا سامع واحد بقول لك رقم كده. الله وكيل بما يرضي الله. دي ب 18000. ب 18000. الله يبارك. ولكن بعتوا لنا دلوقتي 17.5. يعني الصبح كانت عامله 18 وبعد الصبح بشويه عملوها كام؟ 17.5. معلش ربنا يعوض عليك. بسم الله ما شاء الله. الله اكبر على المال يا جماعه. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي. يعني شغال في اللحمه على طول يا معلمي؟ طب ادينا رقمك لو حد عايز حاجه يتواصل معاه. خد يا عم الرقم. كام؟ 010 010 10 10 52 52 01 كم؟ 01 42. اي حد يتواصل معاك تبع قناه المواشي اليوم بالله عليك تعمل معاه واجب. صباحك ابيض الحاج هادي ابو خليفه. الله يبارك له. صباح الخير يا حاج هادي. كل سنه حضرتك طيب. تاجر ولا جناح يا حاج هادي؟ ها؟ تاجر ولا جناح؟ تاجر يا عم. الله يبارك لك يا حاج هادي. اللهم صل على النبي. اخويا الحاج ابراهيم. حاج ابراهيم صباح الخير. نارك ابيض. اللهم صل على النبي. حوش عيسى وتجار حوش عيسى. لا لا، قوم البقر. قوم البقر. الله يبارك لك. حاج ابراهيم قوم البقر. الله يبارك لك. بسم الله ما شاء الله. عامله كام والله الشابه دي؟ عامله كام؟ دي عامله 22000 وكسور. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل عليك يا نبي. الله اكبر. بسم الله ما شاء الله. حاج ابراهيم احسن راجل يا حاج. بسم الله ما شاء الله. طب معاك رقم تليفون لو حد عايز حاجه يتواصل معاك؟ ماشي يا معلمي. شكرا. نارك ابيض. بسم الله ما شاء الله. عاملين كام دول يا حاج ابراهيم الشابتين دول؟ اشتبك. اشتبك؟ ماشي يا حاج. بسم الله ما شاء الله. الله اكبر. اللحم يا جماعه بسم الله ما شاء الله في سوق ابو المطامير. اللهم صل عليك يا نبي. بسم الله ما شاء الله. السلام عليكم يا رجال. عاد الله اكبر. صباح الخير يا عسل. عامله كام الشبه دي؟ عامله كام؟ 25. عامله 25 كسر حيك؟ اه عليك. دي كسر سنتين بس. كسر سنتين. سنتين بس. بكام عامله كام الله وكيل؟ 25. 17000. بسم الله ما شاء الله. يعني اسعار اللحم حتى النهارده في ابو المطامير؟ اسعار مرتاحه النهارده في ابو المطامير يا جماعه. بسم الله ما شاء الله على العزب اللحم. الله اكبر. اللهم صل عليك يا نبي. الله اكبر. امال دي عامله كام حاجه دي؟ 19000. واللي جنبها ديت؟ اي 18.5. بسم الله ما شاء الله. الله اكبر. اسعار بسم الله ما شاء الله. ربنا يبعد عننا المرض بس بتاع الحمى الكلعيه دي. اللهم امين يا رب. طب معاك رقم تليفون لو حد عايز حاجه يتواصل معاه؟ حبيبي نارك ابدا حاج. اللهم صل على النبي. 21. 21000. الله يبارك لك يا حاج. ربنا يرخيها لعباده. الله اكبر. اسحب شويه كده يا عم. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي. الله اكبر. ربنا يا عم رضا. يا عم الله. قلت روح الله يسحب حاجه. الله اكبر. اشتري باب 19.5 يا جماعه مش عارفين. اللهم صل على النبي. الله اكبر. اللحم النهارده بلاش يا جماعه في سوق ابو المطامير. ربنا يكفينا شر الحمى الكلعيه يا جماعه. اتعود حبيبي. الحمى الكلعيه قلب الدنيا. قلب الدنيا اي. بسم الله ما شاء الله. الله اكبر. لسه ما اشتريتش. يا سلام الله يسلمك. الحمى الكلعيه ما يكفينا السوق شهرين ثلاثه بك عشان الحمى الكلعيه. ابو العلا ما تروح فين والبيع والشراء يروح فين بس لما تكون حرام عليك؟ لا لا، تخش الثلاجه يقول ايه؟
عنها. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر، اللهم صل على النبي. السلام عليكم رجالي، الله اكبر. بسم الله ما شاء الله يا جماعه، العزب اللحم النهارده في سوق ابو المطامير، الله اكبر. 27000. تعرفوا باسمك الاول؟ عبد الله فتحي خميس الحاج. المعلم عبد الله فتحي خميس. صباح الخير يا عمدي. ايوه يا باشا، كل سنه حضرتك طيب. تعرفوا باسمك؟ الحاج فتحي خميس خير الله القاسمي. الحاج فتحي خميس خير الله القاسمي. منين عم الحاج؟ من كوم البقر. كوم البقر، الله يبارك لك. عامله كام الشابه دي؟ والله الشابه دي والله بيشتروا ب 23.5. 23.5. الله يبارك لك. بس الجو برضه مش مساعد. الجو النهارده فيه هبوط في الاسعار. فيه هبوط في الاسعار. السبب ايه طيب؟ مع الله اعلم ورسوله. سبب الحمى الكلوعيه. سبب الحمى الكلوعيه. الله يقويكم. والله نازين. الله يقويكم ويعوض عليكم. الله يعوض عليكم يا حاج. فلوس من البنوك والفلوس راحت. راحت في الخسائر يعني. الله يقويكم يا حاج. هنعملوا ايه؟ طب ممكن رقم تليفونك لو حد عايز حاجه يتواصل معاك برضه؟ 011 16 74 95 71. اي حد يتواصل معاكم تبع قناه المواشي اليوم بالله عليكم تعملوا معاه واجب. طب ايه عرضها؟ بتبقى عرضها اي حاجه؟ عرضها في الحانات وفي الرجلين ورياله. يا ساتر يا رب. والله العظيم وموقف العمل. وموقف العمل برضه. الله يقويكم يعينكم. والله البهايم قفلت بيتنا معاك. والله انت غالي ولك غالي والدنيا خربانه. الله يقويكم يعينكم. ربنا يرخيها على عباده. والله كبير والدنيا بايظه. الله يقويكم يعينكم. اقعد عليكم حاجه. والله مش صعبه مشكله. بقول لكم الحمى يا جماعه هي في مبادله. بعنا بيع. الله يقويكم يا حاج. يعني بعنا بيع ما بعناش. ان شاء الله هتبيع باذن الله. الحاج حلمي. الحاج حلمي. والله السؤال العالم اللي ما بتعملش ربنا، العالم ما بتحمدش ربنا. لو عطيتهم من هنا لما السريع الكبير طبعا الكسبان بيبقى فرحان والخسران بيبقى مكروه. الكسبان بيبقى فرحان عشان خد ابوه سماحه ب 2000. ايش جاي يقول لك ايه؟ صرخ صاحبي او بياخد او بياخد يزق عليه في سكه. احنا معانا القمر مخنوق. معلش يا حاج الله يعوض عليكم. الكسبان بيبقى فرحان. الله يعوض عليكم يا جماعه. اسعار اللحم يا جماعه النهارده هبوط في سوق ابو المطامير. هبوط عالمي. هبوط يا جماعه سوق ابو المطامير اهو زي ما انتم شايفين. الله يقويكم يعينكم يا حاج. الله يقويكم يعينكم. الاكل غالي. الله يقويكم يعينكم. شكرين يا حاج وناركم ابد. ناركم ابد ان شاء الله. الحمى الخلعيه عامله ايه؟ بهدل الدين يعني. الله يقوي. الله يعوض عليكم يا حاج. يعني احنا هي الله يعوض عليكم. في حقنه يا حاج ب 17 جنيه. قلنا عليها يجي الطعام وياخده. في اي محل بيطري تبع وزاره تبع اللهم صل على سيدنا محمد. بقول لك بس والله انا ما نعرف هي ايه. لا كنت جبت اسمها وانا هنجيب لكم اسمها. حاضر ماشي. صباح الخير يا عمدي. كل سنه وانت طيب. عامله كام الشابه دي والله؟ دي اي دي ده غنية مش على غنية يعني. يعني ما اتعملتش؟ نعم عملت كام؟ نعم 13. 13 قال ازاي الكلام ده؟ كسرة قد ايه؟ غفلة. غفلة على الاول. اه ما شاء الله 13 قال عزب لحمة يا جماعة. بسم الله ما شاء الله ب 13 قال. الله يبارك لك يا حاج وجعل صباعك ابيض. يعني غنيتك جايبها من بيتك؟ ان شاء الله. الله يقويك ويعينك. متشكرين يا حاج. والله اشكركم على حسن المتابعه داخل مصر وخارج مصر. التواصل معايا رقم تليفوني 011 29 20 95 39. احسبكم في رعايه الله وامنه. والى اللقاء يا خير الاصدقاء. اللايك والاشتراك لقناه المواشي اليوم عشان يوصلكم الاسعار يوم بيوم. احسبكم في رعايه الله وامنه. والى اللقاء يا خير الاصدقاء. والسلام عليكم.